السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله حلقة اليوم سوف تكون عن الجن، سوف نتكلم عن أسرار الجن، عن تفاصيل حياة الجن، فكونوا معنا. أول شيء سوف نتطرق إليه هو أصناف الجن. إن أصناف الجن ثلاث أصناف، صنف منهم يطير له أجنحة يطير في الهواء، وصنف في هيئة حيات أي ثعابين وكلاب أعزكم الله، وصنف يحلون ويظنعون. ومعنى يظنون ويحلون، يحلون أي ينزلون، يعني ينزل في أرض ويبقوا فيها طارة، ويظنعون أي ويسافرون، أي من أي الصنف يظنون ويحلون يجلسون في مكان ثم يرحلون. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجن ثلاث أصناف، صنف له أجنحة يطيرون بها في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويظنعون. ولكن ما هي مساكنهم؟ إن الجن يسكنون الأماكن الخالية من الإنس. كما نعلم كثيرا منا يخاف من الأماكن المظلمة الموحشة، فهم يرون أن تلك المساكن مهيئة لهم فعليا. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الخشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما نقول عند دخول الخلاء أو الحمام كما نقول اليوم. فالخبث هو ذكور الجن، الخبث هو ذكور الجن، والخبائث إناثهم. إذ أي أننا عندما نستعيذ عند دخول الحمام أو الخلاء ونقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي نعوذ بك من إناثهم وذكورهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وغالب ما يوجد من الجن في الخراب والفوات، في مواضع النجاسات كالحمامات والحوش والمزابل والقمامة وما شابه ذلك. أي أن كل مكان قذر ولا يذكر فيه اسم الله فإنه يعني مكان مهيئ لمساكن الجن، فكونوا حذرين أخوتي في الله. طعام الجن، ماذا يأكل الجن؟ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتى داعي الجن فذهب معهم، فقرأت عليهم القرآن فقال عبد الله، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا، فأرانا أفارهم وأفار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم، ذكر اسم الله عليه، ذكر اسم إياه الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة لعلف، علف لدوابكم، أي البعر هو طعام لدوابهم. فهل الجن له دواب؟ أي نعم، وذلك واضح في نص الحديث أن الجن له دواب مثلنا. دواب يعني عفوا أخوتي في الله، مثل الحمير والبغال والحصان وما شابه ذلك مما إياه نستأنسه عفوا أو للركوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بها، فإنهم طعاما، اللي ذكرناهم طعاما لإخوانكم، أي طعام الجن. يعني العظم فلا يجوز بنا يا أخواني، إذا دخلت مكان في خلاء أو صحراء وما شابه ذلك ووجدت بعض العظام فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بها، لأنها طعام لإخواننا من الجن. والمقصود إخواننا أي جن المؤمن والمسلم، وهذا إنما هو للمؤمنين الجن، للمؤمنين الجن. طب وخلاف المؤمن من الجن ما هو طعامه؟ إن طعامه كل ما لم يذكر اسم الله عليه، أي أن الجن الغير مؤمن بيأكل اي طعام ما تذكرش عليه اسمه، يعني ناطط معانا في كل لقمة بناكلوها، والدليل على ذلك سوف نرى. قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. فالجن يأكل سائر أنواع الأطعمة وتشرب ما كل الأشربة التي لم يذكر اسم الله عليه. طيب، ما يمنع الجن من تناول أطعمة الإنسان؟ مش كل الأطعمة برضو بيأكلها، ومش كل الأماكن يقدر يقعد فيه. وإيه الدليل على ذلك؟ إذا دخل الرجل بيته، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه وسلم، فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم. إذا دخل فلم يذكر اسم الله تعالى، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر اسم الله تعالى على طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. إذن ما يمنع الشيطان كما ذكرنا هو ذكر اسم الله. والجن يتشكل في أكثر من صورة، فقد يتشكل في هيئة رجل أو امرأة أو طفل أو شاب أو أي مرحلة من مراحل عمر الإنسان، ويستطيع بعون الله تعالى أن يتهيأ في هيئة صورة شخص قد رأيته من قبل أو تعلمه أو قريب. إلى الآن قد انتهت الحلقة، وسوف إن شاء الله، إن كان الموضوع نال إعجابكم، سوف نتطرق إلى أدق تفاصيل حياة الجن وما لا نعلمه، مثل هل الجن يستطيع التزوج، أو هل نستطيع نحن البشر التزوج من الجن والإنجاب منه، وما هي حياتهم، وهل يموتون، وكيف يموتون. وسوف إن شاء الله نتكلم عن زواجهم وكيف تناسلهم، وذلك إن كان الموضوع قد نال إعجابكم. وفي نهاية الحلقة أحب أن أقول: أرجو الله العلي القدير أن تكونوا استفدتم من تلك الحلقة، ودمتم في رعاية الله. سأودعكم الرحمن، كان معكم أخوكم في الله أيمن صابر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.